بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الاستيميشن بتاع السامبل سايز، يعني تقدير حجم العينة. Study sample is the number of participants selected from a specific population in order to study them. اللي هي مجتمع الدراسة وعدد المشاركين. عينة الدراسة المختارين ديل بيكون من مجموعة سكنية معينة، اختاروهم specific population على سنه يدرسوهم. Study them. The sample size estimation and the sampling technique should be done correctly in order to represent the specific population. لازم يكون تقدير وحجم العينة وتقنيات أخذ العينة تكون بشكل صحيح علشان إنها تمثل أو حتى تمثل السكان المعنيين. The sample size and sampling technique should be done correctly. طريقة صحيحة in order to represent على سنها تمثل the specific population. This is specific population is called the study population. اللي هو هذا المجتمع المحدد في البحث بيسموه specific population أو يرمز له بالرمز N. In research a population does not always refer to people. يعني في الأبحاث عادة لما يقول السكان أو population أو المجتمع ما لازم دايما يكونوا people أو ناس. It can mean a group containing element of anything you want to study such as object, event, organization, country, species, organism. يعني ما لازم دايما يكون أشخاص، ممكن تحتوي مجموعة على عناصر من أي شيء تريد دراسته مثل أشياء، أحداث، منظمات، بلدان أو أي كائنات حية. Example أمثلة، مثلا قال لك assessment of the practice of the emergency room doctors towards myocardial infarction in private hospital of Khartoum state the study population. يعني مثلا assessment of the practice، دارين نشوف تقييم ممارسة أطباء غرفة الطوارئ تجاه اللي هي أساس الأبحاث السرية في المستشفيات الخاصة بولاية الخرطوم، بيعملوا له شنو المستشفيات الخاصة. فهنا إيش عندنا؟ الستادي بوبيليشن اللي هم إمرجنس روم دكتورز إن برايفت هوسبيتال في خرطوم ستيت، دي عندي هنا المجموعة الدراسة، مجتمع الدراسة، أطباء غرفة الطوارئ في المستشفى، أطباء غرفة الطوارئ في المستشفيات الخاصة بولاية الخرطوم. Difference in resistant pattern of gram positive bacteria. The study population gram positive bacteria. طيب هنا أنماط مقاومة البكتيريا إيجابية الجرام، هنا بنشوف difference في resistance في المقاومة بتاعتها. مجتمع الدراسة هنا البكتيريا موجبة الجرام، اللي هي gram positive bacteria هي مجتمع الدراسة. هنا نشوف المجتمع الدراسة مين هو. طيب statistical power، القوة الإحصائية، قوة الإحصاء، قوة الإحصائية. إيش هي؟ statistical power is the likelihood of the or the sensitivity of significant test detecting an effect where there actually is one. والإحصائية هي احتمالية أو حساسية اختبار يحدد لنا الأهمية اللي بيكتشف تأثير عندما يكون هناك تأثير بالفعل. والإحصائية is the likelihood or the sensitivity of significant test قوة أو حساسية تست معين، اختبار معين تحدد an effect تأثير when there is actually is one، لما يكون هناك فيه فعلي تأثير فعلي. دي القوة. طيب high power in study indicate a large chance of a test detecting a true effect. لما يكون لنا عندي high power، القوة العالية في أحد الدراسات بتشير القوة العالية high power في study، تعني لما أقول هاي باور معناه في وجود فرصة كبيرة لاختبار يكتشف التأثير الحقيقي. هاي باور إن استدي إنتيكيت لارج شانس أوف تيست ديتكتينج أ ترو ديفكت. لما أقول الدراسة دي عندها قوة كبيرة، هاي باور إن استدي معناه عندها احتمالية كبيرة لارج شانس أوف تيست ديتكتينج ترو ديفكت، تديني تأثير حقيقي. أما لما أقول لو باور مين ذات يور تيست هاز سمول شانس أوف ديتكتينج أ ترو ديفكت، معناها إنه يكون عنده قوة تأثيرية بسيطة عشان يأكد التحاليل الصحيحة. Power is mainly influenced by sample size. ودائما تتأثر القوة بحجم العينة. الباور اللي يكون هاي باور أو لو باور بيكون بحسب العينة. طيب حجم العينة. Sample size is the minimum number of observations needed to observe an effect of a certain size. هو الحجم الأدنى على سنة لاحظ أو راغب التأثير. لحجم معين. sample size minimum أقل عدد ممكن أنا ألاحظه عشان أشوف فيه تأثير. sample size is positively related to power. حجم العينة دائما إيجابيا بكون مرتبط بالقوة بالباور.
A small sample less than 30 units may only have low power, while large sample has high power. العين لما تكون صغيرة أقول السامبل سايز بتضيف لي ريليتد للباور للقوة. السمول سامبل اللي هي تكون أقل من 30 بتكون عندها لو باور، ما بكون عندها قوة. العين الكبيرة بتكون عندها طبعا قوة أكبر. طيب increasing the sample size enhances power but only up to a point، يعني كل ما كبرنا حجم العينة ممكن نزيد من قوة التست الدراسة لكل حد معين. When you have a large enough sample every observation that is added to the sample only markedly increase the power. طيب طيب قال لك يعني لو قمت انت زودت العينة بشكل كبير جدا ممكن الزيادة تكون زيادة هامشية، added to the only marginally يعني زيادة هامشية increase the power، تزيد القوة يعني ما نزيد كمان في الحد، يعني تكون هي لارج بس مش لارج too much. This means that collecting more data will increase the time, cost and effort of your study without yielding much more benefit. يعني لو زودت العينة أكثر من اللزوم بتضيع فلوس وزمن وجهد، وكل الزيادات اللي بتكون هامشية marginally increase the power. طيب إيش ال reasons for sampling؟ إيش الأسباب بتاعت أخذ العينات؟ الضرورة أحيانا necessity يعني الضرورة. Sometimes it is impossible to study the whole population due to size or inaccessibility، بعض الأحيان يكون من المستحيل دراسة السكان بالكامل بسبب حجمهم أو عدم إمكانية الوصول لهم. Inaccessibility يعني ما بنقدر نصل لهم. طيب دي هنا ضرورة. تاني practicality، it is easier and more efficient to collect data from a sample، يعني أفضل يعني عمليا هي بتكون طريقة أفضل. طيب تاني cost effective اللي هي بالنسبة التكلفة، فعليا من حيث التكلفة. There are fewer participants laboratory equipment، مشتركين بسيطين وفي المختبرات والمعدات والريسيرشر cost involved كلهم بيكونوا داخلين فيها. Magnability طيب اللي هو قلنا cost effective، قابلية الإدارة إنه بقدر manageability storing and running statistical analysis on smaller data is easier and reliable، اللي هي قلنا هنا القدرة الإدارية بتاعتها تكون أسهل، أو قابلية الإدارة تخزين التحليلات الإحصائية وتشغيلها على مجموعات بيانات أصغر أمر أيسر موثوق أكثر. Manageability. طيب تقدير حجم العينة sample size estimation، تقدير حجم العينة. طيب sample size is determined using the equation for sample size estimation، في معادلات يتم تحديد حجم العينة باستخدام معادلات تقدير حجم العينة. There are two equations used to estimate the sample size، عندنا معادلتين بيستخدمون. واحدة equation for non population، معادلة للسكان المعروفين، و equation for unknown population لما يكون السكان غير معروفين. In order to select your equation you need to define your study population، لو انت عايز المعادلة لازم توري السكان بتاعينك هم او الناس اللي هي البوبوليشن، المجتمع اللي انت حتعمل فيه دي البوبوليشن دي المعروفين او غير معروفين. طيب equation for non population لو كنا تقييم انت تكون عارفهم اصلا. It is used when the study population is known، لما تكون عارفهم. قال لك مثلا it is used when the study population is known، نكون معروفين. Meaning that they are documented in registry، يعني احنا مسجلينهم a list or archived موجودين. In such population we use the below equation، نستعمل المعادلة دي. الان ده عدد البوبوليشن، الان sample size ده حجم العينة، بجيبه كيف؟ بجيب ال study population واقسمه على واحد وازيد ليها عدد البوبوليشن وأضربها في degree of accuracy 0.05. example assessment of practice of emergency room دكتور ستويرز، نفس المثال الأول اللي جبناه، قلنا إنه نشوف كيف الدكاترة الطوارئ بيتعاملوا مع حالات الزفحة الصدرية أو احتشاء القلب في ال private hospital في الخرطوم في المستشفيات الخاصة.
In this example, the doctors at Emergency Room of Bride Hospital are known. معروفين الأطباء في الطوارئ. Each hospital has a list of the working doctors. فبيكون احنا معروفين، يبقى البوبيوليشن حقي معروف، بطبق في المعادلة. Equation of unknown population، لو كان طيب انه ما معروفين الناس او البوبيوليشن او المجتمع حقي. It is used when the study population is not known، meaning that they are not listed او register، ما مسجلين. In this case we use the following equation to estimate the sample size. ده sample size، حجم العينة. بيكون عندي standard deviation بربعه at 95% confidence interval. البي published prevalence expressed as fractions if unknown، يبقى معادلة unknown. البوبيوليشن لو معروفين، المجتمع لأن الناس اللي عاملة فيهم الدراسة لو معروفين بيستعمل المعادلة الأولى، ما معروفين بيعمل المعادلة دي. طيب example assessment of satisfaction of patient attending Khartoum Dermatology Clinic January 2023 June 2023. طيب اللي هي الناس بيان لمستوى رضا المرضى اللي جو مستشفى الجلدية في الخرطوم في سنة 2023. In this example the patient attending خرطوم الجلدية are not known، ما عارف انهم مين اصلا، بس زي because they will be collected prospectively، لسه ما جو. No one can know the patient who will attend or how many they will be، وما عارف متى وما حيجوا. طيب assessment، طيب assessment قال of knowledge of classmates، اشوف الclassmates بتاعني مثلا. which type of study population this، انه على الدراسة دي ايش هي. which equation should be used، لو انت عارف الclassmate عارفهم، فدي تبقى known population بستعمل المعادلة الاولى. how many participants in the sample size، بشوف عددهم، بحسب العدد بتاع الناس المسجلين ده لو قلت الparticipant المشاركين. طيب طيب انا مجتمع دراسة، انا عندي ناس اسلام وطارق ومين ومين. طيب قال لك assessment of penile laboratory signs among patient attending، العلامات اللي بتلقاها في المختبر للناس اللي عندهم ملاريا among attending خرطوم كلينيك في المسافة من 2023 ل 2020. دي المعارف البوبيوليشن unknown صح. which equation should be اللي هي المعادلة الثانية. how many participants في sample size، بشوف كم عدد الناس اللي موجودين في هذه الدراسة لو يكون unknown كمان. تخلص عليكم.